السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم، واتمنى تكونون بألف خير. معكم زياد هادي، الاستاذ في استاذ آلة العود ونظريات الموسيقية في معهد دراسة موسيقية في بغداد. شكرا لكم للاعجاب والاشتراك في قناتي، واتمنى تكونون بألف خير. طبعا اريد اتحدث معكم، هذا فيديو خاص اتحدث معكم بخصوص كثير من الاصدقاء اللي يتحدثون عن العود والخشب والعود المرغوب، وكيف اختار عود، وشون راح ابدا العود تختاره. اولا قياساته، يكون الزند عندك يكون 19، اللي هو هذا الزند يكون عندك 19، يكون مناسب جدا. ثاني شيء الخشب، نوعية الخشب، هذا تركي، عود تركي، لكن العود اذا انت ما تريد تحب انه تاخذ تركي، دائما تختار خشب جوز. جوز يعطيك صوت افضل واحلى. ثاني شيء الدوسات تكون ناصيه، يعني هذه المسافه هنا من هنا المسافه بتكون ناصيه، واذا كانت عاليه مو اشكال، تقوي اصابعك، يعني اذا كانت الدوسات عاليه تقوي اصابعك. هاي ثالث شيء. ثم المفاتيح، اذا كانت ابانوس، طبعا هاي المفاتيح مو ابانوس، لذلك نلاحظ اصليه كون انه صناعتها للعود ممتازه. هذا هو العود، اهم شيء يكون قياساته، اهم شيء يكون الصانع مالته جيد جدا. خشب يكون الجوز دائما صوته مثل ما قلت لكم احلى من السيسم، لكن احنا دائما نرغب انه السيسم كون انه لون اسود واحلى، بالعكس هو الجوز احلى كصوت. وقياساتي قلت لكم عليها، دائما الوجه والسحب يكون غسالة متحركة هنا ويربط في الطرف، لكن أنا بعد استخدامي للعود السحب غسالة متحركة رغبت العود الفرس والغزالة تكون ثابتة الشرقي. ليش؟ لأنه جمال العود هو بتقاسيمه، جمال العود بحلاوته الشرقية، والعود السحب ابتكره انه فنان كبير منير بشير عندما ذهب لاحدى الحفلات، فكان الوجه خلع الوجه من مكانه ما تحمل دوزان، لذلك عنده رجوع البغداد ذهب الى محمد فاضل صانع الوادي الشهير، وأعطى أنه يكون غزالة متحركة لكي يتم تحمل الدوزان أو ضبط الأوتار يكون عالي، أو الطقس والجو بسبب الرطوبة. لذلك احنا دائما نأكد على الشرقي، والغزالة الشرقية تكون ممتازة بغض النظر أنه العود السحب ممتاز، لكن أنا دائما أرغب العود الشرقي. هذه معظم الأمور المهمة لعازف العود اللي دائما يسألون عليها. والموضوع الثاني اللي هو تتمرن أنت بحرية مطلقة، تمرن مع المترونوم، تمرن مع تيونر. بالمناسبة تيونر عندنا هذا الصيني، يكون تيونر بمترونوم. أنا من قلت تيونر ما خطأت، تيونر بمترونوم، طق طق من خلال ما تبدل في الدقم راح يتغير لك الى الايقاع. هذه اهم التفاصيل، تهتم بالايقاع، تهتم انه تمرن ريشتك. موجوده عندي تمارين في قناتي، اذا ترجعون عليها، تمرين الريش المقلوبه، تمرين الريش، انواع الريش، راح تلاحظون التمرين جيد. اتمنى استفادتم من هذا الفيديو، من هذه النصائح، ولا تنسون الاعجاب والاشتراك، وتحياتي لكم، واتمنى تكونوا بخير. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.